السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم في صحة جيدة وفي أتم الأحوال إن شاء الله، وكنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا رمضان مزيان بخير وعلى خير، ومغلبكمش رمضان. تبارك الله، رمضان راه دغيا داز هاد العام، وشكرا دائما على حسن المتابعة ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا. شكرا لكم كاملين بكم، شكرا لكل واحد كيدعمني ولكل واحد كيشجعني ولكل واحد اللي كياخذ وقته وكيخلي لي تعليق. شكرا لكم كاملين بكم، شكرا الناس اللي المغاربة ديالنا اللي داخل الوطن، شكرا الناس اللي خارج الوطن، لجميع الدول العربية. ومن هذا الفيديو كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد مسبقا، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وسلامة، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله مع الأهل ديالكم ومع العائلات ديالكم. الوصفة ديالنا ديال اليوم اللي هو واحد الكيك كيجي رائع بواحد المقادير بسيطة جدا، يعني في متناول الجميع، كيجي بنين وكيجي هشيش بزاف، كيدوب في الفم واحد المذاق اللي هو بنين بزاف بزاف، يعني غير جربوه للطبيلة ديال العيد ديال الفطر ديالكم، تقدموه للضيوف ديالكم والعائلات ديالكم، يعني بوجهكم حمر راه كيجي بنين. بلا ما نطول عليكم الفيديو، شكرا لكم كاملين مرة أخرى. غادي نبداو بالمقادير إن شاء الله. عندي هنايا 4 البيضات من بعد ما غسلتهم مزيان، دائما البيض تغسلوه مزيان، الحجم ما كبيرش وما صغيرش، متوسط. عندي هنايا كاس العنبة ديال سكر سنيدة يكون عامر مزيان ما يعادل 170 غرام، وعندي هنايا نص كاس ديال الحليب، عندي 170 غرام ديال الزبدة تكون رطبة شي شوية، أنا واخد الزبدة ديال العبر اللي هي سنترا، اللي يمكن لكم تخدموا بأي زبدة بغيتو، ولكن دائما الزبدة ديال العبر كيبقى المذاق ديالها أحسن في الكيك. عندي 2 أكياس ديال خميرة الحلويات ما يعادل 14 غرام أو 16 غرام، عندي هنايا الفاني السائل اللي ما عندوش يمكن له يعوضو بسكر فاني، وعندي هنايا شوكولا ديال الحبيبات كيجي بها الكيك بنين بزاف بزاف، واحد القبيصه ديال الملحه، ومن طبيعه الحال 2 كيسان ديال الطحين او الدقيق ديال العنبه يكونوا عامرين مزيان. اول حاجه هنايا راني درت طربت الزبده من قبل، لان هذا واحد المقطع ما عرفتش كيفاش الصراحه، ما تسجلش ليا ولا ما عرفت تمسح ليا. المهم استسمح، هنايا خديت الزبده درتها وطربتها بهذا الخلاط، يعني الكيك ديالكم غادي تطربوه بهذا الطراب هذا ماشي بيديكم. كناخذوا داك 170 غرام ديال الزبده، كنحاول انني نطربها مزيان، منين كنحس بها انها يعني طلقات ليا مزيان، طربات ليا، كناخذ البيض وكنبقى نضيف يعني بيضه مورا بيضه، ما كنديرش البيض دفعه واحده، لا كندير وحده مورا وحده كيف ما كتشوفوا، انا كندير بيضه وانا كنطرب في نفس الوقت، منين كنحس البيضه الاولى طربات ليا عاد كنزيد البيضه الثانيه وكنطرب ثاني، منين كنحس بها انها طربت ليا عاد كنبقى نزيد البيضه الثالثه والرابعه من طبيعه الحال، وكنبقى نطرب يعني بيضه مورا بيضه وانا كنطرب. يعني السر ديال هذا الكيك هو هذا الطراب هذا، باش كيجي لكم طالع ومن فوق، وفي نفس الوقت كيجي لكم هشيش من الداخل، يعني كيجي لكم مرمل، كيجي رائع جدا جدا، راه غادي تقادوه بعينيكم مغمضين، كيجي بنين بزاف. صافي، هنا من بعد ما كنطرب حتى كنحس بداك البيض انه طرب ليا مزيان وضعف ليا الحجم ديالو، كنزيد نص كاس ديال الحليب، يعني الحليب ماشي سخون وماشي دافي، الحليب عادي كي شريته من الحانوت، درت واحد نصف كاس ديال الحليب وخدمت به. صافي، هنا كنطرب تاني مزيان، ومن بعد غادي نزيد ملعقة صغيرة تكون عامرة ديال الفاني السائل، يعني الروح ديال الفاني كيكون سائل، اللي ما عندوش يمكن له يعوضها بكيس ديال الفاني سكر حبيبات 7 غرام، ولكن الا كان عندكم هذا الروح ديال الفاني اي الفاني السائل كيكون المذاق ديالو احسن، وكيعطي لنا واحد اللذه وواحد المذاق اللي هو رائع للكيك ديالنا. صافي، هنا كنبقى ندير الطحين يعني كاس مورا كاس، درت الكاس الاول وطربت، من بعد زدت دوك اكياس ديال الخميرات الحلويات اللي هي البيكن باودر، وزدت الكاس ديال الدقيق، وغادي نطرب مزيان 2 كيسان ديال الطحين يكونوا عامرين مزيان. غادي نطرب انا الطحين صراحه راني مغرب له ودايره في الكيسان، ولكن رغم ذلك كنحاول انني ديما نخلط الدقيق ديالي هنا في هذا الاثناء، كنخلط غير بالفوي، يعني البيض والزبده والسكر ثاني راني طربتهم بالخلاط، ومن بعد الطحين كنخلطو غير بيديا بهذا الفوي هذا،
صافي الخليط ديال هاد الكيك ما كيكونش خفيف بحال الكيك العادي اللي كم والفين كان قادو. هاد الكيك هذا الخليط ديالو كيجي تقيل شي شوية. صافي هنايا داك واخده هنايا تقريبا واحد 5 دراهم ديال هاد الحبيبات ديال الشوكولات، خديت واحد القياس خلطته به والقياس والطبقي غادي نديرو من فوق الكيك من طبيعة الحال. نتوما يمكن لكم ديرو قد صراحة هاد الكيك قد ما درتو فيه قد ما كترتو فيه داك الشوكولات قد ما كيجي لينا بنين اكثر واكثر، لان داك الشكلاط كيكون المذاق ديالو زوين وكيزيد يعطينا واحد البنه الكيك ديالنا اللي هي بنينه بزاف ولذيذه جدا من طبيعه الحال. من طبيعه الحال صافي هنايا الزبده انا خديتها من داك 170 غرام، خديت واحد شي شويه دهنت بها المول ديالي ودرت شي شويه ديال الطحين وكنحاول انني نوزع الزبده، دهنت الجوانب والوسط مزيان والطحين ثاني كنحاول انني نوزعه على الجوانب كاملين. دائما دهنوا المول ديالكم مزيان بالطحين والزبده، الا ما عندكمش زبده يمكن لكم ديروا غير زيت المائده وديروا الطحين من طبيعه الحال. صافي هنايا كندهن المول ديالي مزيان وكنحاول انني ثاني نخلط واحد التخليطه خفيفه للكيك وكنهز الزيت ديال فوق وكنخويها. شوفوا القوام ديال الكيك كما قلت لكم راه كيجيش خفيف كيجي ثقيل شي شويه، ودائما منين تخويو الكيك ديالكم في المول تعليو يديكم، لانه قد ما عليتو يديكم قد ما كينجح معكم الكيك ثاني وكيجي لكم هشيش ومرمل من الداخل. صافي هنايا خديت واحد سباتول كنحاول نحيد داك البقايا ديال الخليط ديال الكيك وكان بحال هذا الشكل. هذا دائما انا الكيك ديالي راه ما كنسخنش الفران صراحه، حتى كندخل المول ديالي الفران وكنعاد كنشعل عليه وكنخليه يطيب على نار تكون مهيله، كنخليه تقريبا على 150 درجه كنخليه يطيب على خاطرو حتى كيتحمر ليا من الفوق ومن التحت، ما كنهبطو لا لتحت لا حتى شي حاجه. حنا عندنا غير الفران ديال الغاز، يعني كنحطو كنشعل الفران من التحت وكنحطو الفوق وكنخليه يطيب على مهل على خاطرو حتى كنحس به كنشم الكيك عطى لي الريحه عاد كنطلع ليه. ما تحلوش على الكيك ديال تبقاو كل مره كتحلو، لان قد ما كتحلو وتسدوا الفران ديالكم راه الكيك ديالكم كيهبط وما كينجحش معكم. الا جهدتو ثاني البوطه بزاف راه كيطيب لكم من الفوق ومن الداخل كيجي معجن. دائما على نار مهيله 150 درجه خليوه يطيب على خاطرو وياخذ حقه في الطياب. صافي هنايا داك الشكلاط اللي بقى ليا غادي نوزعو من الفوق على هذا الشكل هذا من الوسط ومن الجوانب، ومن طبيعه الحال المول يمكن لكم ديروا اي مول بغيتوا. انا درت هذا المول هذا الطويل، انتم يمكن لكم ديروا دائري او المربع او اي مول بغيتوا واللي كتفضلوا من طبيعه الحال. هنايا كيف ما قلت لكم الفران ديالي راني ما شعلاهش، غاد حتى كندخل المول ديالي الفران عاد غادي نشعل عليه وما كنهبطوش لتحت باش يتحمر ليا، يعني كنخليه على نار مهيله 150 كيف ما قلت لكم 150 درجه حتى كيتحمر ليا من الفوق ومن التحت. نتوما الا حليتو لقيتوه طايب ومازال ما محمرش لكم من التحت غادي تهبطوه واحد ثانيه د المكانه غير ياخذ لكم واحد التحميره خفيفه وتخرجوه، ما تخليوش حتى يتحرق لكم. صافي هنايا التزيين دائما كيبقى اختياري، انا خديت هادو لقيتهم صراحه عند صحاب الحلويات وعجبوني وخديتهم بهم، خديتهم ب10 دراهم بهم باش غنزين. وتزين دائما باي حاجه تبارك الله، صحاب الحلويات كيكون عندهم الانواع ديال الزين، ولو تاخذوا غير درهم من الحاجه او جوج دراهم غير باش تزوقوا الكيك ديالكم وصافي. صافي هنايا كنحلو كنحيدو من المول. انا خديت العسل كندهنو من الوسط ومن الجوانب باش كيعطي لينا واحد اللمعان. بغيتو تدهنوه بالعسل او بالكونفيتور او بغيتو تكتفيو غير بالنباج حتى هو راه كيعطي لينا واحد اللمعان، يعني اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يدير غير النباج صافي راه كافي. صافي هنايا كندهن الكيك ديالي غير واحد الدهينه خفيفه ما كندهنوش بزاف، وكناخذ داك الزويقات وكنبقى نزين بهم. يعني درت واحد الزويقه حمراء وواحده كحله صراحه عطى واحد المنظر الكيك ديالنا محمر، ودرت معاهم هاد الزويقات هادو عطاو لينا واحد الجمال يا صراحه الكيك ديالنا.
ومن طبيعه الحال خديت انايا الشكلاط وحكيته، يعني غير الشكلاط اللي كيتباع ب 4 دريال في الحانوت، وحكيته على هذا الشكل وكنزين به. يعني هذا التزيين هذا اختياري، بغيتو ديروه هذاك، ما بغيتو ديروا شي تزيين كيليق بكم نتوما، عجبكم نتوما بغيتو ديروه يمكن لكم ديروه. هنايا كنحاول انني ديروه غير في الجوانب بحال هكا على هذا الشكل، باش ما يبقاوليش دوك الجوانب خاويين. صافي هنايا درت واحد التزيين اللي هو بسيط جدا، دائما كنقلبوا على الحاجه السهله والحاجه البسيطه، لان هذا رمضان راه كلشي عيا تبارك الله، مع الشهيوات مع الوقوف في الكوزينه بزاف، ديما كنقلبوا على الحاجه اللي هي بسيطه وتكون كتوجد لينا دغيا وكنقادوها دغيا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي قديت معكم اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على القلوب ديالكم. صراحه انا التصوير ما كيعطينيش الحق ديالو في الحاجه، لان مازال عندي غير واحد البورطابل يعني على قد الحال باش كنصور، داكشي علاش دائما الفيديوهات ديالي كيكونوا تصوير شي شويه وصافي، ولكن المذاق راه كيكون حاضر يعني في الاطباق اللي كنقدم معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كنتمنى انها تعجبكم وتقدموها ان شاء الله في عيد الفطر، وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. نتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. بالسلامه عليكم، مع السلامه.